السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم البرب باللحم بطريقة يعني كلش سهلة وبعجينة منزلية، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذا البرق الرهيب العجيب. المواد اللي احتاجها للحشوة لوصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا هذه بصلة واحدة مثرومة ناعم، احتاج 300 غرام او 250 غرام من اللحم المثروم، قليل من المعدنوس. هذا المعدنوس يعني كان عندي بالفريزر جاهز فطلعته واستخدمته اليوم للسهولة والسرعة. احتاج القليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح. اول شيء راح اخلي اللحم والبصل على النار واقليهم. خليت اللحم على النار، راح اضيف له البصلة ايضا واقلبهم سوية على النار الى ان ما يستوي هذا اللحم والبصل، وارجع لكم بعد ما استوى اللحم. شوفوا شلون استوى، نشف السائل اللي بيه بدا يتشحشف. شوفوا راح اضيف له الملح اضيف له الفلفل الاسود اضيف له المعدنوس واخلطهم سوية واترك هذه الحشوة تبرد وارجع لكم. المواد اللي احتاجها لصلصة العجينة، عندي هنا هذا 3 معالق طعام من اللبن او الياغورت او الزبادي، بيضتين، فنجان واحد من الزيت، فنجان واحد من المي، فنجان واحد من الحليب، يعني 100 ملغرام، 100 مي، 100 حليب، 100 زيت، واحتاج القليل من الملح. افرغ الزيت، المي، الحليب، البيض، واللبن او الياغورت او الزبادي، قليل من الملح لا كثير، واخفقهم كلهم سوية. اجيب القالب او البايركس او اي صينية متوفرة عندكم بالبيت، ادهنها بالزيت كلها واجهزها قبل ما ابدي احشي البرق، ادهنها كلها من الجوانب ايضا. بعدها عندي هنا هذه العجينة اللي سويتها قبل فترة، قطعتها بهذا الشكل المستطيل، او اذا تريدون تشتروها جاهزة او تسووها بالبيت هذا الشيء يرجع لكم. هذه العجينة تصلح للبقلاوة وللبرق والزنود الست اللي سويتها، وراح اخلي لكم الرابط تحت الفيديو. تاخذون 3 قطع من هذه العجينة، يعني احتاج من هذه العجينة 24 قطعة. اذا انتم تريدون تخلوها على قطعتين او على 3 هذا الشيء يرجع لكم، فاحتاج من عندها 24 قطعة. راح اخلي من هذه الصلصة على العجينة اللي سويتها وادهنها، اوزع هذه الخلطة، اوزع الخلطة على العجينة كلها. بعدها اخذ من الحشوة واخلي عليها، ارشها اقسمها عليها بالتساوي، اخذ العجينة اطويها بهذا الشكل، يعني اسويها مثل المهفة. شوفوا شلون مثل المهفة اطويها بهذا الشكل، اخليها بصينية الفرن بهذا الشكل، واستمر بكل العجاين نفس الطريقة الى ان ما انتهي منهم. هذه 3 عجاين ثانية، واخلي عليها الصلصة اللي سويتها واوزعها، واوزع عليها الحشوة والفها نفس الطريقة مثل ما قلت لكم على شكل مهفة. واخليها جنبها بهذا الشكل، واحاول احصرهم حتى يكفي الباقي العجائن، واستمر بهم كلهم نفس الطريقة وارجع لكم. بعد ما انتهيت من حشو العجائن كلها، سخنت الفرن درجة حرارة 200. عندي هنا هذه الصلصة اللي بقت، راح افرغها كلها فوق هذه العجينة او
هذه الأكلة أو البورك، أوزعها عليها كلها وأدخلها للفرن إلى أن ما أشوفها يعني شقرت، وأطلعها من الفرن وأقدمها. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.